راح اراويكم تقرير معاناة اهالي منطقة صباح الاحمد اللي الرعاية السكنية سوت المنطقة كانها جنة، لكن سكانها الله يعينهم، وشوفوا حجم المعاناة اللي يعيشونها واللي عنده مناطق اخرى عن طريق الواتساب الرقم الظاهر 5592 4598 تواصل مع المعدين، مستعدين نروح نصور وليت في منطقة جابر الأحمد، في منطقة سعد العبد الله، في الخيران، أي مناطق الكويت اللي فيها نقص صوروها، أو تبون فريق الإعداد يطلع ويصور، إحنا مستعدين مثل الإخوان المتعاونين معانا في منطقة صباح الأحمد. شوفوا تقرير معاناة أهالي منطقة صباح الأحمد وما عندي تعليق. حطوا التقرير. هذا مدينة صباح الأحمد، مدينة صاحب السمو قائد الإنسانية، هذا مدخلنا الرئيسي. بداية مشوارنا إلى المدينة نبدأ من بيتنا، هي تبدأ المشكلة من الخروج من البيت، بعد المدينة ودخولنا في طريق الموت اللي داخل فيه مفقود والخارج مولود. طبعا 9 مفقودين عندنا راحوا، يعني قصدي أن توفوا خذاهم الله. الطريق هذا يعني صار له عشرات السنين نفس وضع، ما تغير فيه أي شيء، درج حارتين وحوادث مستمرة، لو يصير أي حادث يسكر الطريق. الطريق لو حطونا حواجز على حرم الطريق بحيث أنه تقل الحوادث وتقل الإصابات والزحمة كذلك، بحيث أنه في سيارة عطلانة أو حادث أو حتى بنشر، لو بنشر سيارة بنشر وقف الطريق. أنت كشخص ما عندك مشكلة، أنت رجل تروح متعود تروح البر تروح تجي ما عندك مشكلة، لكن بكرة لما يسكنون الأهالي منو مستعد أن يضحي بزوجته وعياله في طريق مثل هذا؟ شيء مستحيل، يعني شيء مخيف صراحة. والمشاكل طريق الوفرة، الطريق هو اللي أهم شيء، أنا اللي لاحظ أن الطريق أفضل، يعني أهم شيء يكون في الطريق. هذا اللي قاعدين نعاني منه، قاعدين ناشد الحكومة، ناشد وزارة الداخلية، يا جماعة جيبوا النبي يشتتب بالأمن العماني، نبي مخالفات من المرور، خلي الناس تمشي بالنظام. الشارع حله بسيط، بسيط جدا، ما عندنا يعني حلوله تكاد تكون، يعني ما تكلف الدولة أي شيء. بإمكانك أنك تسوي لك دوارات من الصبات الخرسانية على المداخل لمدينة صباح الأحمد، لأن من المستحيل مدينة فيها 12,000 وحدة سكنية لها مدخل واحد فوق تحت، يعني والله العظيم شيء مخجل. أغني أرواح الناس المواطنين والناس اللي هني ماتت، لكن لا حياة لمن تنادي، يعني المنطقة ما هي في جدول أعمال الحكومة بالمرة. جمعية ماكو، صحة ما في، ويعني لو معودنا مستوصف، يعني حطونا على الأقل مستوصف، يعني شو اسمه أسعاف أولية، تدني في الخدمات، ما فيه لا رعاية صحية ولا جمعيات ولا أمن، لا ولا تشوف دورية داخل المنطقة تفتر، يعني حطونا على الأقل نقطة أمنية، حطونا نقطة أمنية 24 ساعة على مدار الساعة. شوف الحبيب هذا طالع رون سايد ولا أهم، يعني ما عندهم مشاكل. مدينة أحلام وصارت مدينة أشباح. أنا إذا دشيت المنطقة أحس نفسي مو بالكويت، لأن ما في أي أشوف موظف رسمي أستانس، بس ما قاعد أشوف كهرباء ولا أي شيء. ليش؟ والله طال عمرك على الجنريتر الصغير شقال كهرباء، يعني ما عندنا كهرباء، شبه ساكنين على الجنريتر. اللي سلم بيته واللي مو قادر يبي يشوف عندي البلوك هذا كله ما بنى، لا ماي لا كهرباء لا امن لا مستوصف لا مخفى ابدا، ما في شيء. قمنا نحرق حتى الغمامه مالتنا تكرمون، عرفت شلون؟ انا وين قاعد؟ وعندنا الماي هم كذلك نعبي عن طريق التناكر، اللي هو كل 3 أيام نعبي ب10 دنانير. اكثر من 7500 قسيمه على هالوضع هذا، منسوب الارض منخفض عن الرصيف بحدود 170 سنتي. كثير من الناس حاليا وقف قسيمته وما كمل البنيان. طبعا هني بيوت الحكومة، الأخوان اللي استلموا البيوت من وزارة الأسكان، البيت يعاني من جملة مشاكل من ضمنها الخرير والصرف الصحي. فيه خرير وفيه تأخير من صيانة الاسكان اللي تطلع من عندهم. اكثر المشاكل اللي نواجهها بالبيت الحكومي بالامور الصحيه. عندنا نشوف شركه الخرسانه نفس ما انت شايف، بعد ما تقوم بالصب تفرغ وتنظف خلاطات الخرسانه على اراضي المواطنين. انت يا حكومه اعطيتينا ارض 600
متر استانسنا كلنا اللي كان داخل الديره يهني واللي كان يعني عرف شلون مستانسين فيها. بس احنا هنا كرهناها. عاني من مشكله المدارس ما ادري احنا يعني شوف ساكنين في المدينه زين هل راح تصير في مدارس في شهر 9 القادم؟ انا والله اللي حازب خاطري هالقواري الجهال اللي شريته ما تهنوا فيه حتى عيالنا ما تهنوا في القواري. يعني هذا اللي حازب خاطر يعني بهول نسون بالحوش يعني ماني قادر. بروح حق سبورتي بقول شغله صغيره. كنها ضيفة دائمة عندنا لازم نرحب فيها كل السبورة هذه. اللي القضية الإسكانية يبونها تبقى أزمة. يبونها دائما تكون أزمة. والمواطن شوي كباب ينشوي منها. حقه حتى يأتي هوامير تجار المال السياسي. هوامير ويقولون لكم الحل احنا نحل المشكلة. اي شلون تبي تحلونها؟ تأسيس شركات لاستثمار الأراضي تطوير، وإحنا مستعدين نسوي البنية التحتية ونبيعها على المواطنين. فكرة حلوة لكن لازم الهوامير يأكلون الكيكة الكبرى. والكل يأكل يخلقون أزمة يأكلون الهوامير يجهزون لها يصدروا لها قانون في مجلس الأمة ويأكلون الكيكة. مثل الأزمة الكهربائية الدولة ما تقدر تسوي أزمة. خل تسوي شركة استثمارية تبني محطات كأن الدولة وزارة الكهرباء دورها انتهى ما تقدر يسوي محطات كهربائيه. يروح اتفقوا مع شركات عالميه يسوي لكم محطات كهربائيه بسنه واحده. بس لازم الهوامير يبنونها وتدفع الدوله كوميشن. ونفس الشيء الازمه الاسكانيه احنا بنبني ونبيع للمواطنين وللدوله والدوله اشتري بالسعر احنا اللي نحطه. ولازم ما نتكلم ولازم ما نقول لا. بدال ما نقول كلا كلا نقول